بس في المقابل مثل ما قلنا لكم في نجوم كان لهم رأي ثاني بفيلم ريش واعتبروه مسيء لمصر، من ضمنهم إلهام شاهين اللي قابلها صبحي في ريد كاربت بريمير أميرة وسألها عن هالموضوع. يعني ترابيزة بلياردو؟ ترابيزة بلياردو كبيرة كده، ترابيزة كبيرة خضرة كده عليها كور كتير كده ومضرب. حضرتي ريش؟ حضرت ريش. ضايقك مثل ما ضايق البعض؟ مش ذوقي يعني، السينما أذواق. أنا واثقة إن في ناس أكيد عجبهم، وأنا عن نفسي ما حبيتوش خالص. ليه؟ أنا ما فهمتوش، وبعدين أنا الجو اللي فيه شوية فانتازي يعني رجلة قلب فرخة، أنا ما بقتنعش بالنوعية دي الحقيقة. فمن أول لحظة أنا ما صدقتش الحدث، فلما بفقد المصداقية ما بتعاطفش مع الناس. واختلفت الأسباب حول عدم تقبل هالعمل، أبرزها كان اتهام الفيلم بالإساءة لمصر، السبب اللي دفع البعض لمغادرة صالة السينما أثناء العرض. في ناس عندهم سبب لينسحبوا من الفيلم، انه ضايقون الفيلم بسبب انه عم بيعطي صوره عن مصر مش حلوه، والعشوائيات انه عم تلتغي شوي شوي. الفيلم ده ممكن يكون في اي مكان في العالم، انا ما حسيتش انه في مصر. يعني ده فيلم كده ايه، لا زمان ولا مكان، يعني احنا مش عارفين ده في انه زمن ولا في اي مكان. يعني فيلم كده معمول في المطلق، لانه في فقر في افريقيا جامد جدا، في فقر في امريكا الجنوبيه جامد جدا، ما حسيتش الروح المصريه. يعني حتى الممثلين، لان كلهم مش ممثلين، جايبهم كده ما اعرفش ازاي. اخذ تنويه لجنه النقاد يعني بفستيفال عالمي، وماله على عيننا وعلى راسنا، ده ذوقهم، ده ذوقهم، وانا احترم اي لجنه تحكيم، لكن انا ذوقي ما حبش الفيلم ده. يعني انا بحب لما يكون في فقر يبقى في نظافه، الفقر مش مرتبط بالقذاره، كم القذاره الكتير اللي في الصوره تعب عيني، ضايقني، ما انبسطتش. وبعدين انا مش مع الافلام اللي بقولك الفانتازي، يعني ايه راجل اتقلب فرخه يعني ما فمن اول لحظه قعدت اتساءل، لو انا قعدت في فيلم اتساءل مش عارفة أتعاطف مع الفيلم. هو ما فيش، ما ينفعش عندنا شغل أي ست، ممنوع شغل ست. وبعيدا عن هالعمل، صار وقت نسأل عن الجدل اللي سببته مؤخرا من بعد ما أعلنت إنها رح تتبرع بأعضاء بعد الوفاة. أنا أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي إن شاء الله. شو اللي خلاك تقولي هذا التصريح؟ يعني كان هو فكرتك مبادرة؟ لا، من زمان قلتها، من زمان، لكن ما علنتهاش للعلن يعني. لكن في مبادرة اللي بدأها دكتور خالد منتصر، مفكر جميل وطبيب محترم وصديقي جدا ومن أكبر المثقفين في مصر. فأنا أول ما قريت إحنا مع بعض على جروب، قلت له أنا أول واحدة هعمل فيديو عشان أعلن للعالم، لأن أنا قلت ده بيني وبين عيلتي قبل كده من سنين طويلة، وماما كانت لسه عايشة. قالت لي لا، ولازاي ليه تقولي كده وبتاع. ماما ضد أصلا أن أنا أقول كلمة أن أنا ممكن أموت، فيعني ما اهتمتش بالمسألة وفات وقت كتير. وبالرغم أن عدد كبير من الناس دعموها بالموضوع، إلا أنها تعرضت لهجوم كبير من قبل البعض تحت عنوان الدين. طب الشيوخ قالوا أن ده صدقة جارية، والشيوخ أسماء عظيمة كبيرة بنسمع لهم، يعني الشيخ خالد الجنجي ودكتور سعد الدين الهلالي، وفي حد عمل معايا مداخلة محترم جدا، شخص محترم، دكتور أحمد وسام، كتبوا أمين عام الفتوى بالأزهر، قال دي صدقة جارية. فأنا مش بس بفيد إنسان مريض ومتألم وبخلصه من الألم، أنا كمان بستفيد إن أنا بعمل صدقة جارية بعد وفاتي، والأعضاء دي هيكلها الدود يعني هتنتهي. فحد مثلا محتاج قرنية لو هيتعمي أنا بخليه يشوف، حد محتاج كلى، كبد، قلب، أمعاء، بنكرياس، يعني ربنا يشفي كل مريض، وأنا بتوجع لأي مريض. وجهت كلمة لكل من هاجم هالمبادرة. الناس اللي بتهاجم ده، أنتوا مش عايزين ما تعملوش، وفي حاجة بتفرض على حد، لكن أنت بتهاجم ليه حد تاني عايز يعمل خير؟ يعني أنت ما تعملش، لو أنت مش مقتنع فيش حاجة تفرض عليك، لكن الناس اللي عايز تعمل خير أنت تمنعها ليه من فعل الخير؟ وبعدين لو أنت بتقول أصل ده الدين، طب ما تسمع الشيوخ، ما تسمعش الإلهام شاهين ولا غيرها، اسمع المتخصصين قالوا إيه، وأنا قلت أسماء دلوقتي، ارجع لهذه الأسماء العظيمة اللي بيفسروا لنا الدين صح، والتنويريين اللي فاهمين الدين، ما مش أي حد يقول أي فتوى.